وصلنا لآخر قسم من سهرتنا. مين راح يربح جائزة $100,000 كاش تقدمة تويوتا ايجيبت؟ بنبتدي مع محمد عباس. محمد عباس اول نتيجة يعني؟ قرارك تعليقك اكيد على الرأس. اعطي علامات ولا نتيجة النتيجة بالنهاية. انا تعليقي طبعا ان دينا رقصت حلو في الغربي، بس يعني اعتقد ما بالجمع بين الاثنين بشكل كويس. فانا من ناحيتي انا بدي 6 لدينا من 10 وبدي 8 لما بالجمع. زقفة قوي لما بيش جديد. شكيون احلى هايدي. لوزر هنكسب ان شاء الله. لحد هلا مبال متفوق على دينا. بنفوت هلا لمروان. مروان بما انه فاينل بدي اقول للصبايا اثنين كنتوا بتعقدوا بدكم تسمعوا ايقاع، بس ناقصكم تسمعوا ايقاع. بعطي لحنان ما تزعلي، انت خلص برا، انت كليا برا. كل كومبليتلي يعني اكزاكتلي برا. انا صراحه بعطي لدينا لانها رقصت بال يعني بعطي لدينا اذا بتريدوا سكيورتي كبوها برا. سكيورتي هيدي انت عاقله. امل المستقبل هيدي. امل انا بكسب. يلا انا بما انه حنان ليش بعدك هون؟ بما انه دينا رقصت بالرقص الشرقي انا بعطيها على الرقص الشرقي صراحه، وعلى الرقص الغربي بعطيها سبعة ونص على عشرة. ونص ما بال غيرت رأيي في